السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نحن في الدرس 29 من كتاب العربية بين يديك، الكتاب الأول. وفي هذه التدريبات سنتحدث عن الطعام والشراب. نريد أن نطبق الآن ما تعلمنا، يعني في هذه الفترة، في هذه الفقرة سنحاول أن لا نتكلم الإنجليزية، كله بالعربي إن شاء الله. الكلام: تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. الطالب الأول: ماذا تأكل في الغداء؟ الطالب الثاني: آكل اللحمة. الطالب الأول: وماذا تشرب؟ الطالب الثاني: أشرب الشاي. الآن عندنا صور، وتحت الصورة كلمة الفطور أو العشاء أو الغداء أو الفطور، ثم ماذا تأكل هو مثلا دجاج، وماذا تشرب القهوة في الصورة الأولى. الصورة الثانية العشاء: ماذا تأكل السلطة، ماذا تشرب الحليب. في الصورة الثالثة الغداء: ماذا تأكل السمك، ماذا تشرب الماء. الصورة الرابعة الفطور: ماذا تأكل الدجاج، ماذا تشرب الشاي. الصورة الثانية ليس ماء، ليس الحليب وماء في الصورة. نعم، بس نضع عليه لون أبيض فيصبح حليب، يعني هم أخطأوا في الصورة. نعم، كلامك صحيح، هو ماء وليس حليب، لكن نفعل نقرأ ما كتبوه تحت الصورة. Read what's under the picture. اوكي، يلا تفضل يا ابا مريم ودوس. ماذا تاكل في الفطور يا دوس؟ اكل دجاج. وماذا تشرب؟ اشرب قهوه. ما شاء الله. دروس وفهم. ماذا تاكل في العشاء؟ اكل سلطه. وماذا تشرب؟ اشرب الحليب. نعم، أنت أبو مريم. ماذا تأكل في الغداء؟ أكل السمك. وماذا تشرب؟ أشرب الماء. نعم. ماذا تأكل في الفطور يا دروس؟ أكل الدجاج. وماذا تشرب؟ أشرب الشاي. أشرب الشاي. أوكي. It's unusual to have دجاج في الفطور، ولكن لا بأس. أوكي، الآن التدريب الثاني. الثاني. It's actually الثاني. There's a mistake here. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. ماذا تطلب؟ بعض السمك من فضلك. هذا هو السمك، شكرا. يعني هنا نريد أن نطبق في الحوار كيف تطلب. فإذا سأل، يعني إذا ذهبت إلى مطعم وقال لك ماذا تطلب، فتقول بعض السمك، بعض الدجاج، بعض اللحم، بعض الأرز، بعض الخبز، بعض الكباب، بعض الشاورما، ثم تقول من فضلك. بعض الكري. بعض الكري. اوكي. بعض البرياني. بعض الروتي. بعض الروتي. بعض الحليب. نعم. والحليب. نعم. ماذا؟ Very nice الحليب. Very nutritious. Dal and wheat. Meat. Cooked for hours. Yes. اوكي. الآن. So when the waiter comes, we'll say هذا هو السمك، هذا هو اللحم، هذا هو الأرز، هذا هو هذا. Remember now, if it is مذكر we say هذا هو. If it is مؤنث we say هذه هي. So if it is قهوة we say هذه هي القهوة. شاي هذا هو الشاي. So الشاي مذكر، هذا القهوة مؤنث. Okay, I don't know why, but هذا هو.
نعم. So ماذا تطلب بعض السمك من فضلك؟ هذا هو السمك. شكرا. أنا أبدأ مع فهيم. ماذا تطلب؟ فاكهتي من فضلك. هذه هي الفاكهة. That was a quick service. شكرا. شكرا. Okay. تفضل. ماذا تطلب يا دروس؟ ماذا؟ Remember ماذا؟ Not ماذا. ماذا؟ ماذا تطلب يا دروس؟ ماذا is a drink. بعد القهوة من فضلك. هذه هي القهوة. شكرا. ما شاء الله. أهلا وسهلا. عفوا. ماذا تطلب يا أبا مريم؟ يا أبا مريم. بعض الماء من فضلك. هذا هو الماء. شكرا. مبروك. عفوا. نعم. يلا أبو مريم وفهيم. ماذا تطلب يا فهيم؟ بعض الشاي من فضلك. هذا هو الشاي. شكرا. ما شاء الله. So let us do some other words you know of the foods and drink. يلا. ماذا تطلب يا فهيم؟ بعض اللحم من فضلك. هذا هو اللحم. جزاك الله خير. وجزاك. ماذا تطلب يا دروس؟ بعض الرمان من فضلك. بعض الرمان. نعم. هذا هو رمان. عفوا. شكرا. شكرا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. نعم. ماذا تطلب يا أبي مريم؟ أطلب الشيبس. شيبس. من فضلك. البطاطا المقلية. البطاطا. بعض البطاطا المقلية من فضلك. مقلية. بعض البطاطا المقلية من فضلك. هذا مقلية. هو ده. هذه هي البطاطا المقلية. هذه هي البطاطا المقلية. المقلية. ماذا تطلب يا ياسر؟ ياسر. فهيم. يا فهيم. أطلب بعض الأرز من فضلك. هذا هو الأرز. جزاك الله. واضح يا اخوان الان يعني كيف تطلب؟ يعني يسمونه النادل. يعني the waiter النادل or in many Arabic they call him the garçon. So النادل the one who's working there. So he will ask you ماذا تطلب؟ Then you say بعض. When he bring it هذا هو. Or sometimes they just say تفضل and that's it. Without you say, you should have said هذا هو. Okay. الآن تبادل الحوار مع زميلك كما في المثالين. التدريب الثالث. هل تشرب القهوة؟ لا. هل تشرب الشاي؟ لا. أفضل القهوة. هل تأكل اللحم؟ لا. أفضل السمك. And remember when you say لا, you pause. يعني هنا when you have choices and then you prefer something. هل تشرب الشاي؟ لا أفضل القهوة. هل تأكل اللحمة؟ لا أفضل السمك. أنا أبدأ مع أبو مريم. هل تأكل الأرز؟ لا أفضل الخبز. هل تشرب الحليب؟ لا أشرب. أفضل الماء. أفضل الماء. شو هل تشرب الحليب؟ لا أفضل الماء. نعم. هل تأكل العنب؟ لا. عنب. لا أفضل التمر. هل
هل تفضل هل تأكل العنب؟ لا أفضل التمر. أفضل التمر. هل تشرب الماء؟ لا أفضل القهوة. فوز. لا أفضل القهوة. نعم. مرة ثانية. Instead of أفضل can we say أريد؟ No, here you are preferring for preference. Okay. So هل تفضل الماء؟ لا تفضل القهوة. So this is if they offer you something, even at home, if you visit someone and to you, هل تشرب الشاي؟ لا أفضل القهوة. هل تأكل البرياني؟ لا أفضل الكباب. هل تأكل الكاري؟ لا أفضل الدجاج. هل تأكل البرياني؟ لا أفضل البرياني وكباب. طيب الآن التدريب الرابع، تبادل السؤال والجواب مع زملائك. ماذا تأكل؟ آكل اللحمة. ماذا تأكل؟ آكل الدجاج. ماذا تأكل؟ وهكذا. يا أخي آكل الأرز. No, you say آكل الأرز. ماذا تأكل؟ I say آكل الأرز. This is Friday. ماذا تأكل؟ ماذا تأكل؟ آكل الخبز. ماذا تأكل؟ آكل الدجاج. ماذا تأكل؟ آكل السمكة. ماذا تأكل؟ آكل السلطة. وماذا تأكل؟ آكل الفاكهة والعنب والتمر. ماذا تأكل؟ Okay. So Abu Maryam, he'd like to finish the exercise. No problem. Okay. الآن التدريب الخامس، تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال: أين الغداء؟ الغداء على المائدة. أنا جوعان جدا. لدينا ضيوف. من؟ والدي ووالدتي. So here in this one we change only the first two words and the last one. And the last. So the others we keep them in the same manner. أين الفطور؟ يا دروس. الفطور في السجادة. الفطور يعني نعم الفطور. الفطور على المائدة. أنا جوعان جدا. لدينا ضيوف. من؟ شيخ أحمد. أخي وأختي. أخي وأختي. طيب يا دروس أبو مريم. أين العشاء؟ العشاء. العشاء على المائدة. العشاء على المائدة. العشاء على المائدة. أنا جوعان جدا. أخرج وأطبخ. لدينا ضيوف. من؟ عمتي. أمي وعمتي. أمي وعمتي. يلا يوسف. أين الغداء؟ الغداء على المائدة. أنا جوعان جدا. لدينا ضيوف. من؟ جدي وجدتي. واضح يا اخوان how we do this. So if you go home and you have guests, so you say أنا جوعان. So زوجتك تقول الغداء على المائدة أو العشاء على المائدة. ثم تقول لك لدينا ضيوف. من؟ Sometimes أخي وأختي، عمي وعمتي، جدي وجدتي، والدي ووالدتي، خالي وخالتي، زوج أختي وأختي.
chapter really makes me nostalgic because we don't have any relatives in this country to visit us. Or أخي وزوجة أخي, عمي وزوجة عمي. Okay. التدريب السادس, أجب عن الأسئلة التالية. الآن أنا سأسأل وأنتم تجيبون.